السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا في حلقة جديدة من عند أكبر، شوف نقول لكم كلمة، راني جايب لكم أكبر كذاب في العالم العربي. هذا مسيلمة الكذاب، هذا مسيلمة الكذاب. كيف يعني كانوا يتلقاو؟ غادي نبان لك كيفاش تلقاو اوامر من عند المكلف بالاعلام، وكيفاش يفهمك شنو تهدر وشنو كيفاش. غادي نقول غادي ما تسمع تسمعها، وخلي الناس اللي كانوا يقول لك عمو هذا يوصلوها لك. راك تسمع، راك تسمع، على بالي راك تسمع، خاطش انا على بالي انت راك ترسل سيغراب. هذا شوبير سيغراب، على بالي شوبير سيغراب، غادي نقرابيك إلا ما على بالك. أنا نقولها لك، هاو باش نورولك، مازال كاين هادو، إي هادي للشعب الجزائري، الناس راهم يسمعوا، هادو صوالح لي درتهم لكم، هادو خمسة تسجيل، خمسة تعني فيديو ولا ستة، مكان والو بالنسبة ليا. واش راني سامع؟ واش راه عندي؟ ما كان والو، ما كان والو، ما كان والو بالنسبه لي انا، ما كان والو. انا نقول لك ما كان والو. انت خاطرك هادر من اي من الماتش تاع، بعد الماتش تاع الكاميرون، وخلاصي تكذب على الشعب، وكيفاش ديروا باش يكذبوا. اي عندي واحد الفيديو غادي بعد، شوف راك جاي، راك جاي بعد، وين كيفاش دير لهم، دير لهم كيما هكا. لازم تخلي الشعب يفيق باللي الماتش ما غاديش تعاود. لما تقول فيها بوركوا تقول للشعب كيما هكا، بوركوا تكذب على الشعب، على كنت تكذب؟ كيف تقول لهم نمشوها تخلو الشعب يفيق؟ انت شكون تخلي الشعب يفيق؟ انت شكون؟ ولا صح نقول انا هذا الفيديو ما يدير لك تتعاير في والد صادي، تقول لهم والد صادي مادام، انت تقول لهم والد صادي مادام، بيقول لك كلمه والد صادي مشي جزائري، حاج محمد راو مشي جزائري، حتى ايغيل وجزائري، حتى بالماضي وجزائري. على بالك نتوما السيستم تاعكم اللي بغيتو ديروه، انت المخنف، بغيتو نتوما كون جات عليك، كون جات عليك والمشروع اللي حوس باش ديره، يعني كون جات عليك على بالكش تايرة، تقسموا الجزائر على ربعه، وليتو تحوسوا تقسموا الجزائر. تقسموا الجزائر كيما هدرها رفيق واحد، قال كاين الناس باغيين يقسموا الشعب الجزائري. واو لله، انتوما هذا السيستم كنتو تقولوا فيه، وغادي نطلق لك الفيديو تاعك تاع تقول لهم لازم الشعب ما يفيقش باللي الماتش ما يتعاودش، نقعدوا قاضبينهم كيما هاك، يا تقعد قاضب في لوتيل نهار اللي اجتمعتوا، تعقل عليها يا واد الحمار. تعقل مين درت لي كاسك؟ داروا لي كاسك، واحد داير كاسك تاع شوبير، واحد داير كاسك تاع بالشيخ، واحد داير منه، وتقصروا علينا. انا فما كان تشكي يا ربي، كنت عارف، كنت عارف كيفاش كنت حاطكم في الفخه تاع الذيب، شفت الفخه تاع الذيب، الفخه تاع الذيب، كنت قاصدكم بالفخه تاع الذيب الا ما على بالكمش. يا حسره، كنتو نتوما مين تبغوا ديروا حاجه؟ كاين لي حبابي قراب ليا بزاف، نقعد نهدر معاهم نقول له هاشا غادي يخرجوا، نقول له شتو غدوه ان شاء الله ذاك مسيلمة الكذاب هاشا غادي يخرج، فلانه هاشا غادي تهدر، فلان هاشا غادي يهدر. انا نقول لك ها والله لا كنت نشعل قارو وقعد نسمع فيهم، مقصر معاكم، قاعد معاكم بلا ما تفيقوا، هذه هي. سمعتو معنا؟ سمعتو كيفاش يعاير ويتهم في والي تصادي باللي والي تصادي مزور، عنده التزوير وجايب التزوير، ويزيد يتهم في حافظ الراجي باللي جاب له التزوير من تونس، ووالي تصادي مادام، وانت تعرفه، انت تعرف والي تصادي تكذب كالحمار بغل. اسمع روحك، اسمع اي جماعه جماعه، شتاق لهم يدخلوا، قال لك صوت اصطناعي، صوت ماشي اصطناعي، ما على باليش بيكم، عليني عارف. والناس هي فايقه، نتوما راكم تدخلوا ما يتكذبوا شوبير، ما عندكم ما ديروا. سمعتوا التسجيل هذا؟ اسمع، شرع من تونس ورقه مزوره، فهمت؟ هذه يعاقب عليها القانون، يا
يعاقب عليها عقاب. هذه لو كان يفتحهم هذه لازم تحقيقات، هذه إذا ما فتحوش فيها تحقيقات مقودة راكم شايفين. هذه إذا فتحوا عليها تحقيقات والد صادي نعرفوا كلمة ضمة، والد صادي يترك يده إذا فتحوا عليها تحقيقات والد صادي نعرفوا كلمة ضمة، والد صادي نعرفوا كلمة ضمة، والد صادي يترك يده البوس بوليس يبدأ يقودهم كاع الدراجي من كهادية. قال لي الدراجي هو اللي بعثني، هو الدراجي هو اللي رمى على راسه وشاف له معرفة في تونس، راح خدم معاه في تونس بدراهم، راه شايف يجبدهم كاع يروحوا فيها الزلزال كاع. أقسم بالله هذه لو كان يدوها صادي صادي عيط عليه واسمو حليل وزيد، قال لك بالدموع يبكي، عيط عليه برك ما دار والو، قال لك بالدموع يبكي. خواف شتو البارح كي خرج ما اسمه من الاتحاديه وبدا يهضر مع صاحبها كيفاش كان يترعد شوارب ويترعد وكذا. كشفوا راك فاهم، هذه والله غادي يجبدوا فيها تحقيقات، هذه يدو البوست بوليس اقسم بالله صادي مع الخوف تاعه هو شغل كلمه ضمه يبيعهم كاع اقسم بالله يجبد كلش كلش. هذه والله غادي يجبدوا فيها تحقيقات، هذه يدو البوست بوليس اقسم بالله صادي مع الخوف تاعه هو شغل كلمه ضمه يبيعهم كاع اقسم بالله يجبد كلش كلش كلش. غير يقولوا له برك من يجوا هذه والله غير الدراجي، والله غير الدراجي هو شافني واحد وكذا منه وابليك وبوي ودي صح كذاب يعرف يكذب على بالك انت بروفيسيونيل في الكذب، شيخ تاع كذب على بالك، هذا تنجم تجيبه استاذ تاع كذب يعلم لك كذابين. او انا قلت له نتايا من نسل مسيلمة كذاب، هو كذاب تنجم كذاب فورا ايو ايو يا كذاب يا هشام ضحك لي والله. انا تكذب انا كذبتي هاك حلوه، لا باهي بيا ولا باهي تعجبني تعجبني كذاب أبغى مني تايا كذاب أبغى بروفيسيونال أبغى تمسيز أبغى تعمل. أنت خاصك تخربط لي، أنت في فرنسا في الحراقة مساكين يحتاجوك كي تروح يدوك تخطب فور تاع تخربط والله لا استعرف بيك من تونس ورقة مزور فهم، هذه عاقب عليها القانون يعاقب عليها عقاب. هذه لو كان يفتحهم هذه لازم تحقيقات، هذه إذا ما فتحوش فيها تحقيقات مقودة راكو تشرح جيد شايفين. هذه إذا فتحوا عليها تحقيقات والد صادي نعرفوا كلمة ضمة، والد صادي يترك يده إذا فتحوا عليها تحقيقات والد صادي نعرفوا كلمة ضمة، والد صادي نعرفوا كلمة ضمة، والد صادي يترك يده البوس بوليس يبدأ يقودهم كاع الدراجي من كهادية. قال لي الدراجي هو اللي بعثني، هو الدراجي هو اللي رمى على راسه وشاف له معرفة في تونس، راح خدم معاه في تونس بدراهم. صح كذاب، هي وين يعجبك بلي يكذب يكذب ومصدق روحه على بالك، والله اللي يكذب ومصدق روحه. راه شايف يجبدهم كاع يروحوا فيها الزلزال كاع، اقسم بالله هذه لو كان يدوها صادي صادي عيط عليه. عباك كيما هو راه يهضر معاهم كي يسيبهم ساكتين يسمعوا، عباك مأمن روحو باللي راه يهضر في الصح. عباك هذا البروبليم اللي فيه، يكذب ومأمن باللي صح، هو يكذب بصح مأمن صح،
هذا البروبليم زعما لو بروبليم تاعك كيما هكا. بوركوا تكذب؟ بوركوا بوركوا تكذب؟ علاش تكذب كي بغلا؟ لا 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 حمار والله لا حمار. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.